هي شهر رمضان هو طبعا شهر يعني عبادة بالدرجة الأولى، لكن كمان شهر رمضان بيتميز بالأعمال الفنية اللي موجودة فيه. شهر رمضان تحديدا سنة 1983 كانت بداية وانطلاق المسلسل الاستثنائي والشهير بوجي وطمطم، المسلسل اللي استمر 18 سنة وبقى واحد من علامات الإبداع في شهر رمضان. الحقيقة أنه هذا الحلم، اسمحوا لي أقول عليه الحلم، اللي أسسه المبدع العبقري رحمي وعمل له تركيبة فريدة كده محدش متخيلها، وقدر أنه يخلق من خلالها عالم شكل وجدان أجيال اتعلمت من أخطاء بوجي وطمطم ومن أخطاء بوجي تحديدا، وكمان نصايح طمطم. يمكن أحداث كتير جيلنا كله فاكرها، حتى يمكن دلوقتي الأجيال الصغيرة بنشوف دلوقتي فوانيس وعرايس على شكل بوجي وطمطم. دايما بنكلم حتى إحنا أطفالنا على بوجي وطمطم وقد إيه كان مسلسل مهم بالنسبة لنا وفعلا أثر فينا بشكل كبير. تركيبة عجيبة لم يكن أحد يتخيلها، قرد وأرنبة في هيئة عرائس متحركة نجح من خلالهما المبدع الراحل رحمي في خلق عالم شكل وجدان الأجيال، بوجي وطمطم. في شهر رمضان من عام 1983 كانت البداية والانطلاقة لمسلسل استمر 18 عاماً. لم يكن رحمي المبدع الوحيد للمسلسل، حيث كتب أشعار المقدمة والنهاية والأغنيات الشاعر صلاح جاهين الذي تحمس بشدة للعمل ودعمه بقوة، وشارك فيه عدد كبير من الممثلين كيونس شلبي، بوجي، وهالة فاخر، طمطم، وقام الفنان رأفت فهيم بأداء شخصية عم شكشك، ذلك العجوز الذي يطل من شباك منزله ولا يفعل شيئاً سوى متابعة الناس وأخبارهم. الشكشك، وين الشكشك؟ نعم يا بابا. وقدم ماهر سليم شخصية زيكا، وواصل سيد عزمي تعاونه مع رحمي من بؤلز إلى دور زيكو، وقدمت إنعام سلوسة شخصية كل من طنط شفيقة ومرمر. طنط شفيقة، يا طنط شفيقة، اعملي لنا ملوخية رشيدي. أمرك يا صيدي. وسلوى محمد علي في دور زيزي. ولأن منصة واتشت تحرص دائماً على عرض الأعمال الكلاسيكية التي لا تزال راسخة مع الجمهور، سواء كانت هذه الأعمال سينمائية أو تلفزيونية أو كرتون، أضافت إلى قائمتها مسلسل بوجي وطمطم ليواصل العمل الأيقوني دوره مع جيل جديد، وليظل رحمي بعمله المميز خالداً لأجيال قادمة. بابا احكي لي حاجة. هو فعلا عمل خالد الاجيال القادمه، يعني هو من بعد انتهاء عرض بوجي وطمطم وطول السنين دي والناس بتدور عليه عشان تشوفه معروض فين عشان تتفرج عليه، زي ما كانت جمانه بتقول العرايس والفوانيس على شكل بوجي وعلى شكل طمطم. انا السنه دي جبت لبنتي طمطم، بتحب هي طمطم. يعني عايز اقول لك ان والله السنه اللي فاتت واللي قبلها فعلا انا حتى يعني احنا عندنا طقس كده في البيت لازم نحتفل برمضان، فبرضه كان بوجي وطمطم وعم شكشك، يعني لحد النهارده الناس بتحتفل بيهم، لحد النهارده الناس فاكراهم وفعلا بندور عليهم عشان نتفرج عليهم، لانه كان رمز واحنا فعلا كنا بنتعلم منه. يعني كان دايما بوجي يغلط وطمطم تصلح له وتدينا النصيحه كالعاده. والله كالعاده يعني مش لازم نتكلم في الموضوع ده، لكن هو فعلا مختلف بوجي وطمطم الروح، يعني اعتقد هي الروح هي العامل اللي بينجح الحاجه او بيخليها تعيش معانا لفتره طويله، تعيش مع الناس لفتره طويله بكل تاكيد.